بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المواطنون، إنني كرئيس للجمهورية أكدت مرارا وسوف أظل وسوف أتمسك دائما بحقي في ممارسة الفساد ونهب الممتلكات العامة والخاصة، العنف، الحرائق، البطالة، الفقر، وأعمل من أجلها كل يوم، لم أنفصل عنها يوما. إن اقتناعي ثابت لا يتزعزع بمواصلة الحرائق وهد التعليم والصحة، أو بما يزيد زعزعة الاستقرار والانقضاض على الشرعية. لقد طلبت من الحكومة المزيد من العنف والفوضى والتدمير والتخريب، وأقول من جديد أنني لن أتهاون في اتخاذ أي قرارات تحفظ لكل مصري ومصرية الخوف، البطالة والانتكاس، فتلك هي المسؤولية والأمانة التي أقسمت يمينا أمام الله والوطن بالمحافظة عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.